حق الرجل في ان هو رؤيه الاولاد اولاده، تمام. وان دي مش يعني عادي، ممكن الست تروح وتمضي وتقعد على جنب كده زي ما كنت بتقولي وما والولاد توريلوش بيبقوا جنبها. وبعدين حتى لو الاب حاول ياخد الولاد او كده، وهو بطبيعه الحال دول 3 ساعات كل اسبوع، الولاد مش عارفين هم جايين يشوفوا مين لما بيبقوا صغيرين. وساعات ما هم بيبقوش مبسوطين بيكبروا كمان. بقى الزن في الودان والكلام والحاجات دي بيبقوا رايحين، لان هي لو ما بتزنش يعني عشان ما حدش يقول ايه انا عندي سوء نيه، كان ممكن باباهم يشوفهم في اي وقت، كان هيبقى عندها حسن نيه ويشوفهم في اي وقت. فطبعا بيروح ما بيقدرش يلمسهم، ما بيقدرش يقعد معاهم. ما حضرتك يعني عندنا فيديوهات كتير للاباء في الرؤيه متعذبين، تزعلي عشانهم. الام قاعده هي ممكن وجوزها اللي اتجوزته التاني والعيال قاعدين معاهم والاب قاعد لوحده، ويقول لك دي رؤية بص عليه بس ما تلمسوش. وده من